السلام عليكم. التنظيم كان جيدا في هذا الشأن، أمور ستساعد الجزائر لما لا في احتضان كان 2025 الذي سنتعرف عن البلد الذي سيتشرف بتنظيمه شهر فيفري. أعلم أن الجزائر مرشحة وأثبتت اليوم أنها قادرة وتملك كل شيء لأنه بلد كرة قدم. أظن أنكم استمعتم إلى هتافات الجماهير، أشياء نشاهدها نادرا. أعيش في فرنسا ولا أشاهد هذه الأجواء. هي أجواء لم أشاهدها إلا في مونديال قطر، والآن أنا أشاهدها اليوم في شان الجزائر. الجزائر كانت دائما بلد كرة قدم. في الأعوام الأخيرة لم تنظم منافسات من هذا النوع، لكن الوقت لم يتأخر للعودة إلى الواجهة وإيجاد حلول لمستقبل الكرة الأفريقية. أشكر أولا الجمهور الجزائري على هذه المنشآت الجميلة. الملعب يحمل اسم نيلسون مانديلا، أحد رموز القارة الإفريقية. تهانينا الحارة لرئيس الجمهورية. الجزائر ستلعب الدور الأول في تطوير كرة القدم الإفريقية. صراحة أنا منبهرة ومندهشة وفرحة لرؤية ملعب نيلسون مانديلا. هذا الملعب يستحق هذا الاسم لأحد الشخصيات الكبيرة في إفريقيا. Donc c'est vraiment impressionnant pour moi.